يعني اللي ما يطلع شخصيته وثقته ويطلع امكانياته في هذه المباراه انا ما احتاجه في المباريات السهله. الخميس صقورنا الخضر في مواجهة اليابان على ذكريات التأهل الأخير منتخبنا يستعد لمواجهة ضيفه الياباني غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر. Assalamu alaikum, good evening. Tomorrow it's a very important game, but also a fantastic game to play. We are playing against the best team in Asia, so for us it's a big motivation, and we hope the stadium will be full tomorrow. قول له إنه الجمهور هو اللاعب الأول في الملعب ووقفتهم معانا إن شاء الله والروح اللي بيعطونا إياها إن شاء الله في الملعب هي اللي تخلينا نسوي كل شيء إن شاء الله. بكرة أتوقع إن المباراة قوية، كلكم تعرفون مستوى اليابان، كلكم تعرفون حتى لو إن الهزم بعمان هذا لا يعني إن الفريق ضعيف. شدوا حيلكم وسووا اللي عليكم، كلكم رجال، كلكم تعرفون وش مطلوب منكم، ما احتاج اعيد عليكم اي شيء، واذا فزتوا تسعدون الجميع وان شاء الله نحن نتاهل بافضل مستوى نقدر نتاهل، وانا متاكد انكم قد المسؤوليه وقد انكم تاخذون هذا الشيء. النتيجة بعلم الغيب والتوفيق بيد الله، اللي بيدنا احنا نسوي كل اللي بيدنا. احنا خطأنا خطوتين جدا ممتازة، اليوم هذه يمكن تكون أهم خطوة. And I don't want to leave this country without two great qualifications. الملعب اليوم 60,000 ما في تذكرة بقت. Here I can speak, I can talk, I can do my movement, I can do anything. It's because of you we are playing well. For your country, for your family, for everyone, for me again. Allez, let's go! For the best! هذه مباريات كبيرة، احنا نلعب مع منافس، يعني اللي ما يطلع شخصيته وثقته ويطلع امكانياته في هذه المباراة، انا ما احتاجه في المباريات السهلة، انا ابغاه في المباريات هذه، تلعب بثقة، تلعب بامكانيات، تطلع كل شيء عندك، تلعب بثقة مهما تغلط في المباريات الكبيرة،
إذا ترجع أنت لاعب كبير، تغلط تطلع برا المباراة، جو المباراة ما عندك ولا شيء، أنا كذا ما أحتاج. عادي تغلط مباراة كبيرة لكن ترجع وترجع وترجع وتصير أقوى وتطلع الإمكانيات كلها في هذه المباراة. ناخذ 3 نقاط ونرجع الغرفة مبسوطين فرحانين. يلا بسم الله. 1 2 3 Malky, win the second ball! Not enough! Get ready. We were dangerous on the set pieces offensively. 2 or 3 balls under. So this was good. Continue. Good job. To the players, they did a very good second half. Yes! Good! Al-Mabrur! Rocky! You have seen today we won not only with 11 players. It's football, guys, so the guy is not playing too much, they need to be ready. تكملون باقي المشوار زي كذا ان شاء الله. اهتموا بانفسكم، احنا بدنا مقصرين معكم. بيض الله وجيهكم، بيضت وجيه الجميع. شدوا حيلكم، احنا ان شاء الله بنكون معكم قلبا وقالبا في كل شيء. لا تشيلوا. شكرا.